لاعب بفريق عربي مرشح لجائزة الأفضل من فيفا ومشاركة أردنية ومزدوجة في البطولات الآسيوية، وهذا هو سبب خسارة الميلان الكارثية في الديربي. لحتى تعرفوا كل هالحكي خليكم معنا بالحلقة الجديدة من جرينتا. أهلا بكم. الفيصل يبدأ اليوم مشواره بدور أبطال آسيا بمواجهة نساف كارتشي الأوزبكي على استاد عمان، وبالبداية خلينا متفقين أنه مش مطلوب من الفيصل يتأهل وينافس على البطولة. هالأمر صعب في ظل أنه الفريق يشارك للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى الفرق المتنافسة سواء بمجموعته أو بالبطولة بشكل عام مش هينة أبدا. بس الفيصل عودنا دائما على أنه يكون مختلف خارجيا، مميز، لا يهاب أحد. ما حدا كان متوقع انه الفيصل يهزم الاهلي المصري على ارضه وبين جماهيره مرتين بعشر ايام، والشباب عملوها قبل 5 سنوات. اليوم الوضع تغير بس شعار النادي ما بتغير، والمطلوب يظهر الفيصلي بصورة قوية وما يهاب احد. خلينا سافي هابه والسد القطري والشارقة الاماراتي كمان يحسبوا له حساب قبل مواجهته الاسابيع الجاي. والوحدات ايضا بكره الثلاثاء ببلش مشواره ببطوله كاس الاتحاد الاسيوي بمواجهه اهلي حلب السوري على استاد عمان برضه. ومش مطلوب من الوحدات التاهل عن هاي المجموعه وبس، المطلوب منه الفوز باللقب، ونتيجه غير هيك ما راح يكون جمهور الوحدات راضي ابدا. رئيس النادي صرح في اكثر من مره انه الهدف قبل ما يخوض الفريق بمباراه الملحق لدوري الابطال، الهدف هو التتويج في كاس قاري لاول مره في تاريخ النادي. للأسف بشوف ناس تنتقد عدد من جمهور الوحدات وتتهمهم بعدم الانتماء عشان ما اشتروا تذاكر، مستمرين بمقاطعة المباريات على اللي صار آخر فترة. صراحة ما حد بيقدر يشكك في انتماء هؤلاء الجماهير، وبالعكس موقفهم حلو برفضهم واحد من الأساسيات اللي انبنى عليها النادي. لو حدا بده يحمل الإقبال الضعيف في الأيام الماضية على شراء التذاكر، الإدارة تتحمل جزء كبير من زعل وعتب الجمهور على الفريق. نتجه إلى إيطاليا والحدث الأكبر هالأسبوع، ديربي الغضب، ديربي ميلانو. مش غريب أبداً فوز الإنتر أو خسارة الميلان في الديربي، لأنه آخر 4 مباريات قبل مباراة السبت الماضي جميعهم فاز فيهم الإنتر من دوري أبطال وسوبر ودوري إيطالي. يعني الإنتر حقق الفوز الخامس على التوالي في الديربي للمرة الأولى في تاريخه كأكثر سلسلة انتصارات، والنتيجة كمان كانت 5-1. السبب في الخسارة واضح ومعروف لدى الجميع وتحديدا عشاق الروسونيري. بعيدا عن الفوارق الفنية غير الكبيرة بين الفريقين، يعني كل فريق كان مرشح للفوز لامتلاكه عناصر مميزة، بس مدرب الميلان ستيفان بيولي بيفشل في ديربي جديد بوضع أي بصمة له. الخمس مباريات الأخيرة كلهم هو السبب الرئيسي للخسارة، لا بيعرف يقرأ الخصم ولا المباراة ولا حتى بيكون له أي دور في إيقاظ اللاعبين. ترند بيولي آوت يعود للواجهة من جديد، وهالنتيجة الكارثية بيستحق أنه النادي يتحرك حاليا ويقيل المدرب. كفى ووفى مع الفريق وأعاده لدوري الأبطال بعد غياب، وتتوج معه بلقب الدوري كمان إشي عظيم، بس الآن خلص ما عنده أي إشي ممكن يقدمه للفريق. الميلان يحتاج في الفترة الحالية لمدرب بشخصية أعظم وفكر جديد، والأسماء اللي عنده جيدة جدا. 12 اسم مرشحين لجائزة الأفضل لعام 2023 حسب ما أعلنوا الفيفا، وخليني أحكيهم على السريع. هم ليونيل ميسي، كيليان مبابي، إيرلينغ هالاند، رودري، خفيتشا كفاراتسخيليا، كيفن دي بروين، إلغاي غوندوغان، جوليان ألفاريز، برناندو سيلفا، ديكلين رايز، فيكتور أوسامين، وأخيرا لاعب النصر السعودي حاليا وإنتر ميلان سابقا مارسيلو بروزوفيتش. بس صراحة فيفا جاملت كثير بهالقائمة تحديدا ميسي. طبعا هي الجائزة ما بتشمل كأس العالم الأخيرة اللي أخذتها الأرجنتين، وغير هيك ميسي صراحة خلال العام لا يستحق أن يكون من القائمة في ظل غياب أسماء لازم تأخذ الجائزة مش بس تنافس عليها، زي فينيسيوس جونيور ورافائيل لياو وغيرهم الكثير. فعشان هيك نادرا ما كانت الجوائز الفردية من فيفا وبلندور للأحق بها أو حتى الأسماء المرشحة. سؤال حلقتنا اليوم، في أي سنتين حقق الفيصلي لقب كأس الاتحاد الآسي؟ الإجابة اتركوها بالتعليقات. وقبل الختام لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على فيسبوك، فولو على الانستغرام، وسبسكرايب على اليوتيوب. واستنوني في الحلقة الجاي معي أنا مهند جويلس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.